بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 41 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك مع أسئلتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذه الأخت مرام تقول: فضيلة الشيخ، إذا نسي الإنسان إخراج زكاة الفطر هذا العام فهل عليه كفارة؟ وأيضا ترك إخراج زكاة الفطر في العام الماضي، ماذا يعمل الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب على المسلم إخراج صدقة الفطر في وقت الإخراج، ويبدأ وقت الجواز قبل العيد بيومين، والأفضل أن يخرجها بعد غروب الشمس، فيما بين غروب الشمس من ليلة عيد الفطر إلى خروج الناس لصلاة العيد، هذا هو الأفضل. فإن صلوا العيد ولم يخرج الفطرة إنها يخرجها في بقية اليوم، تكون صدقة من الصدقات. فإن فات يوم العيد ولم يخرجها فإنه يخرجها قضاء. فعليك أيها السائلة أن تخرجي صدقة الفطر عن العام الماضي وعن هذه السنة، تخرجينها الآن بمبادرة تكون قضاء لا أداء. فإن كنت متعمدة للتأخير أو متساهلة فأثنين تخرجينها مع الإثم، وإن كنت ناسية أو جاهلة فإنك تخرجينها قضاء ولا إثم عليك، مع الاستعداد في المستقبل يعني تخرجي صدقة الفطر في وقت إخراجها وعدم التساهل في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو علي يقول: للشيخ، إذا دخل الإنسان مجلس كبير وفيه علماء وطلاب علم وأقارب، بمن يبدأ وهل يبدأ باليمين؟ يبدأ بأهل الفضل أولا على العالم يبدأ، ثم يكمل عن يمين العالم أو كبير القوم، هذا هو الأصل. وإن دخل وسلم على الجميع وجلس فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: الشيخ، يردد بعض الناس عبارة: من علمني حرفا صرت له عبدا، ما صحة هذه العبارة؟ هذه من كلام الناس، ليست حديثا وإنما هي من كلام الناس، ومعناها أن المعلم له فضل على المتعلم، أن المعلم له فضل على المتعلم، وهذا صحيح. نعم. يقول: أنا أحب الصيام الشيخ تقربا إلى الله، فلو صمت مثلا الأسبوع عدا الخميس والجمعة هل في ذلك شيء؟ وما أفضل الصيام؟ أفضل الصيام صيام الأيام التي جاء الشرع بصيامها، مثل صوم الست من شوال، صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم يوم عرفة لغير الحاج، صوم يوم عاشوراء يوم العاشر من شهر محرم، صوم مع صوم يوم قبله أو يوم بعده، كذلك صيام الشهر المحرم في أكثره، ثم بعد ذلك إذا رغب في الصيام فيصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو صيام داود عليه السلام. نعم. لو صام الأيام يا شيخ هذه إلى يوم الأربعاء، من السبت إلى الأربعاء عدا الخميس والجمعة، يعني يترك الخميس والجمعة؟ نعم يا شيخ. ترك الأفضل، هذا جائز لكنه ترك الأفضل. الأفضل أن يصوم يوم الاثنين والخميس، فإن صامها مع الأسبوع فلا بأس، أما أنه يصوم الأسبوع يترك هذا خلاف الأفضل. جزاكم الله خير. له السؤال الأخير، يقول الشيخ: لاحظنا فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله بأن بعض الأئمة في المساجد أثناء الخسوف أو الكسوف، قبل أن يبدأ الكسوف أو الكسوف، يشرعون في الصلاة فيما يقارب بالنصف ساعة، أو عندما يسمعون أن فيه كسوف أو خسوف صلوا،
ما الضابط في ذلك؟ الضابط العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال إذا رأيتم إن قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله خوفوا الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك يعني الخسوف أو الكسوف فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. صلاة الكسوف تبدأ من حين ظهور الكسوف ورؤية الكسوف وتنتهي بانجلاء الكسوف، أما أن يبدأ قبل الكسوف فهذا لا يجوز، هذا خلاف السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت أم مريم تقول والدي يا شيخ لا ينفق علينا وكثير التبرم، وأحيانا يسافر ونضطر للسلفة من أقربائنا وأهلينا، مع أنه ينفق الأموال في سفرياته وعلى زملائه في الاستراحات وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم شكى المرء إثما أن يضيع من يموت، فالواجب على المسلم أن يبدأ بنفسه ثم بمن كلمه نفقته ومعونته، ثم بعد ذلك يتصدق على المحتاجين والفقراء من المسلمين. فهذا الوالد إن صح ما نكر السؤال فهو مخطئ وآثم. نعم. يقول هذا السائل لفضيلة الشيخ رمز لاسمه بألف ألف، ما حكم تعليق المرأة نكاية بها وبأهلها لأنني لا أريد أن أطلقها، وهل علي إثم في تعليقها بدون طلاق؟ لا يجوز للرجل أن يمسك المرأة وهو لا يريدها، وإنما يريد الإضرار بها أو الانتقام منها. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فهذا عدوان. الواجب على الزوج إذا كان يرغب الزوجة أن يمسكها، وإن كان لا يرغب بقاءها فيبادر بطلاقها ويخرج عنها، ولا يجوز له أن يمسكها نكاية بها وهو لا يريد الرغبة فيها. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. نعم. جزاكم الله خيرا. لأخت سلمى تقول شيخ كيف تعلم المرأة بناتها أمور الشريعة؟ هل هو منذ الصغر أم في الكبر؟ ومتى نبدأ في تعليمهن أمور الشريعة؟ قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فيبدأ تعليم الأولاد بنين وبنات من سن التمييز وهو بلوغ السنة السابعة الغالب، فإذا ميز الطفل وصار يعرف ما يقال له فإنه حينئذ يبدأ معه بتربية على الصلاة وعلى الوضوء وعلى الطهارة، ويعلم القرآن ويعلم الأذكار. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة التي أرسلت في مجموعة من الأسئلة تقول يا شيخ بأنني أشعر دائما بالهم والغم، علما بأنني محافظة على واجباتي وفرائضي الشرعية، وأعلم بأنني مقصرة في حق الله مهما بلغت هذه الأعمال، ولكن يا شيخ أنا لا أتأدب أحيانا مع الآخرين أثناء التحدث معهم، وهذا بلا شك شعور مني، وعندما أراهم قد ضاقوا مني أتذكر بأنني أسأت إليهم وأخطأت في حقهم، وحينئذ أحزن حزنا شديدا وأقول لماذا أخلاقي سيئة، وأدعو الله أن يحسن أخلاقي. والسؤال هل هذا الغم والهم من ضعف إيماني؟ ولو مرض بسبب هذا الهم والغم أدخل تحت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ الذي يظهر أن هذه السائلة فيها مرض نفسي، لذلك تتضايق تحتم، وربما تتكلم على الحاضرين بكلام غير مرغوب فيه. يجب عليها أن تكثر من ذكر الله عز وجل والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وأن تحسن أخلاقها مع الناس، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكثر من الأذكار والورد في الصباح والمساء، الله تعالى يشفيها ويعافيها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل عبد المجيد يقول ورد بأن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما حقيقة هذا الحديث؟ وهل لا بد من حفظ هذه الأسماء يا شيخ المتعارفة، أم أن هناك أسماء معروفة غير هذا، وهل بعضها مخفاة على الناس؟ الحديث صحيح أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها بمعرفتها ومعرفة معانيها ودعاء الله بها والتوسل إليه بها، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يرشدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
وهي تؤخذ من القرآن ومن السنة النبوية، فهي منتشرة في القرآن وفي السنة النبوية. وأسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا هو، ليست محصورة في هذه 99، ولكن هذه 99 مخصوصة لمن عرفها وعمل بها ودعا الله بها. فمعنى إحصائها معرفتها ومعرفة معانيها والعمل بها والتوسل إلى الله بها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤاله الثاني يقول: الأحاديث الواردة في ليلة 27 معروف بأن كلها صحيحة، فهل لو قام الإنسان هذه الليلة وترك الباقي يكون قد أدرك ليلة القدر؟ ليس هناك أحاديث صحيحة تحدد ليلة القدر بليلة 27، وإنما هذا من اجتهاد العلماء وتحريهم، وإلا فإنها مخفية في ليالي الشهر عموما وفي ليالي العشر الأواخر أخص، وأما تحديدها هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ليلة 27 هي إحدى الليالي التي يترجح أن ترجى فيها ليلة القدر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أبو علي يقول: نخرج للبر في أيام الأمطار وأيام الشتاء ونوقد النار حطب ويكون البرد شديد، فنصلي أمام هذا الحطب، هل هذا جائز يا شيخ؟ يكره أن تستقبلوا النار، صلوا في مكان ليس فيه نار أو شيء، أو نحوا النار عن قبلتكم إلى مكان آخر، ولا تستقبلوها في الصلاة فإن هذا أمر مكروه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما رأي الشيخ في تفسير الأحلام لابن سيرين، وما حكم تتبع هذه الرؤى عبر الكتب فضيلة الشيخ؟ تفسير الأحلام ليس له كتاب خاص، الكتاب المنسوب لابن سيرين غير صحيح، لا تصح نسبته إلى ابن سيرين، فإن ابن سيرين ليس له كتب فيما نعلم، وإنما تروى أقواله وفتاواه تروى في الكتب الصحيحة. وتتبع تفسير الأحلام من هذه الكتب يجوز للإنسان ما لم يفضي هذا إلى أنه يكون عنده وساوس أو انشغال بهذه الأمور، ما إذا كان مجرد اطلاع من غير أن يعتقد أن هذا أمر صحيح وأنه لا بد منه، وإنما هو توقع، قد يقع وقد لا يقع، قد يصح وقد لا يصح، الذي يعتمدها ويجزم بها لا يجوز هذا. أما الذي يطلع عليها فقط، مع أني لا أنصح بكثرة الاطلاع عليها والانشغال بها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، أخي مقيم في تركيا من 20 سنة للعمل والبيع والشراء في الملابس، وهو من السعودية ويريد الحج هذه السنة، ووالدته مقيمة في جدة، فمن أين يحرم؟ يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه وهو ذاهب إلى مكة يريد الحج، ولا بأس أن يذهب إلى جدة وهو محرم لوالدته، لكن لا يتعدى الميقات الذي يمر به في طريقه وهو يريد الحج إلا وهو محرم، ولا مانع أنه يذهب إلى جدة وهو محرم لوالدته ثم يذهب إلى مكة وهو محرم. نعم. يعني الشيخ يحرم مثلا من البلد الذي هو فيه، مثلا من ميقات البلد الذي هو فيه أو من الميقات الذي يمر به في طريقه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: استخدام الصابون المعطر أثناء الإحرام لأداء العمرة هل فيه شيء شيخ؟ إذا كان يبقى له رائحة في اليد فإنه لا يجوز استعماله، لأنه نوع من استعمال الطيب. أما إذا كان لا يبقى له رائحة في اليد بعد التغسيل فإنه لا حرج في استعماله، لكن الأفضل أن يستعمل الصابون غير المطيب. نعم. هذا السائل عابد يقول: ما حكم صلاة التوبة وما صحة الأحاديث الواردة فيها يا شيخ؟ نعم، الأحاديث ورد فيها حديث لا بأس به أنه إذا أراد التوبة أن يصلي ركعتين ثم يستغفر الله ويتوب إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في من يضرب زوجته على أتفه الأسباب وهي صابرة ومحتسبة وهو كثير اللعن والشتم، ما موقف المرأة من هذا الزوج وماذا تعمل؟ المرأة عليها الصبر والاحتساب مع هذا الزوج، مع مناصحته في ترك هذه الأخلاق السيئة
وأما من ناحية الزوج الذي يسيء العشرة مع زوجته ويلعنها ويضربها فهذا أمر لا يجوز. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا يجوز اللعن لا في حق الزوجة ولا في غيرها، لأن اللعن كلام خبيث ومعناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وفي الحديث: لعن المؤمن كقتله. في الحديث الآخر: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي، واللعان لا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة كما في الحديث. فاللعن قبيح، على المسلم لا يعود لسانه هذه الكلمة ولا يطلقها على أحد. وأما أنه يلعن زوجته فهذا أشد، لأن زوجته هي أم أولاده وهي زوجته، فيعاشرها بالمعروف، عاشرهن بالمعروف. والضرب لا يجوز إلا في حالة واحدة: إذا نشزت وتمنعت من حق زوجها عليها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يبدأ بالموعظة، فعظوهن وهجروهن في المضاجع، الهجر وهو الترك، يترك تكليمها والإقبال عليها لعلها ترتدع. المرحلة الثالثة الضرب، واضربوهن، لكنه يكون ضربا خفيفا يؤدبها ولا يجرح ولا يكسر عظما، إنما يكون ضربا غير مبرح عند الحاجة، هو آخر مراحل العلاج. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من السودان للسائل أبو عبد الله يستفسر عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. معنى الآية واضح، أن الشمس والقمر يجريان في فلكهما يدوران على الأرض، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. الشمس ليتكون الليل والنهار، والقمر لتعرف الشهور والأيام، هذا من تقدير الله سبحانه، ويدل على عظمته وربوبيته لهذه المخلوقات. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشمس تجري، صرح الله أنها تجري في فلكها تدور على الأرض ليلا ونهارا لمستقر لها، تجري إلى أن يأتي الوقت الذي تستقر فيه وتمسك عن الجريان، وذلك يوم القيامة عند قيام الساعة. وفي قراءة: والشمس تجري لا مستقر لها، وهي قراءة ابن عباس. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل أحمد يقول: الشيخ، ما ضابط أخذ الهدية من الناس سواء من الأصدقاء أو الموظفين وغيرهم، حيث يتحرج بعض الناس من أخذها مأجورين؟ الموظف والمسؤول لا يأخذ هدايا من الناس خشية أن يكون هذا من الرشوة، وأما غير الموظف والذي لا يخشى من هديته إرادة السوء أو المقاصد السيئة فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ويقول: تهادوا تحابوا. الهدية تسل السخينة، فهي مرغب فيها إلا إذا خشي أن تكون رشوة، وذلك كالهدية للموظفين والمسؤولين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أبو محمد يقول: تساهل بعض الناس الشيخ في لبس ثياب النوم في صلاة الجمعة، حيث يأتون بما يسمى بالجلابية، هل تجزي الصلاة إذا كان في هذه الثياب زيوت وشحوم، وخصوصا أصحاب تغيير الزيوت؟ الواجب في الصلاة ستر العورة، هذا هو الواجب في الصلاة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة، فكل ما يستر العورة فإنه يكفي في صحة الصلاة. ولكن الأفضل المسلم أن يتجمل ويتزين ويتطيب للصلاة حضور الجمعة والجماعات، هذا هو الأفضل له، وأن لا يأتي إلى المسجد وإلى المصلين بروائح منفرة روائح كريهة في ثيابه أو في بدنه، بل عليه أن يتنظف ويتطيب ويلبس اللباس الطيب والمظهر الحسن لصلاته. السائل وئام يقول: الشيخ، أنا لدي شركة كبيرة وأكتب مكاتباتي بالأوراق بالتاريخ الميلادي، هل علي شيء في ذلك؟ إذا كان الناس يعملون بالتاريخ الميلادي فلا تنفرد عنهم أنت، أن هذا شيء يضر بك. أما إذا كان في البلد يستعمل التاريخ الهجري فأنت تستعمل الهجري. نعم. يقول: قول الشخص لأخيه لا تنسنا من دعائك، هل للشخص أن يطلب الدعاء من الآخرين؟ نعم، لا بأس بذلك، ولكن كونه يستغني عنهم
ويدعو الله هو في نفسه أفضل. نعم. يقول عن استخدام النظارات أو الأواني التي فيها شيء من الذهب وملونة بلون الذهب. لا يجوز استخدام أواني الذهب والنظارات والأقلام من الذهب، وكذلك ما فيه شيء من الذهب كالتلميع ونحو ذلك، يتجنب الإنسان هذه الأمور، يتجنب الذهب ويتجنب الأشياء الملهبة. نعم، والملونة. نعم. يستفسر عن الآية في قوله تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا وصف المتقين من صفاتهم، أن الله جعل في أموالهم حق وهو الزكاة للسائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي لا يسأل وهو فقير. هذا حق أوجبه الله على الأغنياء للفقراء في أموال الأغنياء في الآية الأخرى، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. نعم. يسأل عن سورة الأعراف الشيخ، يقول لماذا سميت بهذا الاسم وما المراد بالأعراف؟ لأن الله ذكر فيها أصحاب الأعراف، قال تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، والأعراف جبل بين الجنة والنار، وأصحاب الأعراف هم الذين يكونون على هذا الجبل بين الجنة والنار، قيل إنهم هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم ترجح حسناتهم فيكون من أهل الجنة، ولم ترجح سيئاتهم فيكون من أهل النار، فيكونون في هذا المكان وهم يرجون أن يدخلوا الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون. نعم. يقول الشيخ إذا دخل الشخص والإمام ساجد هل ينتظر حتى يرفع الإمام أو يدخل معه؟ الأفضل أن يدخل معه على أي حال، وجده عليها ساجدا أو راكعا أو جالسا، أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يجلس مع الإمام أو يسجد أو يركع. نعم. أبو إبراهيم يقول إذا كان الإنسان الشيخ يصلي صلاة الليل وحده وفي دعاء القنوت، هل لابد أن يأتي بدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت؟ إذا كان إماما وخلفه جماعة فإنه يقول لفظ الجماعة، اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت الآخر. أما إن كان منفردا فإنه مفرد ويقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، تولني فيمن توليت. نعم. السائل يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة لتحويل عملة من بلد إلى بلد، مثلا أحول عملة من الريال السعودي إلى الريال اليمني. نعم، لكن تقبض العوض إذا حولت، صرفت ريالا سعوديا بريال يمني، تحول تقبض الريال اليمني ثم ترسل الريال اليمني، تحول الريال اليمني بعد قبضه، هذا هو الأحوط والأبرى للذمة والموافق للعدلة. نعم. يقول أخيرا، إذا صلى الإنسان بأناس وتبين أنه على غير وضوء وقد تفرق الجماعة، هل يعيدون الصلاة؟ هم لا يعيدون الصلاة ما دام لم يعلم إلا بعد ما فرغ، فإن صلاتهم صحيحة، لكن هو يجب عليه الوضوء والإعادة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء والإخوة والأخوات في هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.